بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كذلك حرم ما يفتر العقل، فقال عليه الصلاة والسلام ففي الحديث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، يعني مخدر. كذلك حرس الإسلام بالسين العقل، وحفظه من الخرافات والأوهام والخزعبلات. فيطالب كل إنسان يتكلم بشيء أن يأتي بالدليل. نهى عن السحر والكهنة وادعاء علم الغيب واتصال بالجن وكل ما من شأنه أن يسوّج الفهم السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح، وفرض في بعض هذه الأمور عقوبات رادعة. أي نعم. وطبعا دي ممكن تدخل مع المحافظة على الدين أيضا، لأن منها ما يسبب الردة، فهي تدخل في الإجراءات المحافظة على الدين. خلاصة الكلام، هذه باختصار المقومات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها إقامة للأمة الصالحة، التي هي هدف من أهداف الشريعة، فهي الأساس للأمة الصالحة التي تحقق الهدف من خلق الإنسان وهو عبادة الله تعالى. ووضعت عقيدة واحدة للأمة تجتمع عليها، وذلك لتكون قلوبها واحدة وتصورها للرب والكون والحياة واحدا، ورسمت لها شريعة واحدة في كل شؤون الحياة ليكون عملها واحدة وصراطها في هذه الحياة صراطا واحدة، وجعلت محبة المسلم للمسلم فرضا، كما قال تعالى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وشرعت من التشريعات ما يجعل المؤمنين متودين متراحمين، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وحرمت الفرقة والاختلاف بكل سبيل، ووضعت عقوبات زاجرة لكل من اعتدى على مقوم من مقومات الحياة الأساسية، وهي الدين والنفس والمال والنفس والعرض والعقل. وبذلك كفلت للمسلم الذي يعيش في وسط الأمة الإسلامية المطبقة لشريعة الله أن يكون آمنا على نفسه ودينه، على دينه ونفسه وماله ونسله وعرضه وعقله، ليعيش الناس السعادة الممكنة والمستطاعة على هذه الأرض. وهذا ولا شك ثمرة معجلة من ثمار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي الحياة في ظل مجتمع يطبق شريعة الله كما أنزلت، ويكون الفرد فيها عضوا من أمة الإسلام العظيمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في أول باب من الأبواب، هو باب الحكم الشرعي، الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والمحكوم به إلى آخره. فهذا إن شاء الله تعالى يعني سنتبادل كل أسبوعين مع درس الفقه إن شاء الله تعالى. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والآن مع المحاضرة الثانية للشيخ محمد ابن إسماعيل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذنا ناقشنا الأسبوع الماضي تعريف علم أصول الأسبوع قبل الماضي تعريف علم أصول الفقه، ثم بيان المقاصد الكلية أو العامة للشريعة الإسلامية. اليوم نناقش الله تعالى متعلقات بحث الحكم الذي يبدأ أولا بالحاكم، من الذي يحكم. يعني أولى هذه الأصول التي يبنى عليها هذا الموضوع هو أن الحكم في كل أمر وفي كل شأن هو لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، فقال عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم الشرعي هو المسند إلى الله سبحانه وتعالى، فالحاكم الذي له الحق أن يأمر وينهى هو الله سبحانه وتعالى وحده.
لأنه خالق الخلق ورب العالمين وفاطر السماوات والأرض. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، يعني كما أنه لم يخلق غيره فينبغي أن لا يحكم ولا يشرع غيره. فالرب الذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش وسخر الشمس والقمر والنجوم وخلق الخلق جميعا هو الذي يحق له أن يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يشاء، ولا يصح هذا لغيره مطلقا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني الذي يخلق هو فقط الذي ينبغي أن يكون له أن يأمر وأن يشرع وأن يحل وأن يحرم. وعلى أساس هذه العقيدة قامت السماوات والأرض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليأمرهم وينهاهم ويختبرهم بما شاء وكيف يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. معنى قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني كما قال السلف أي سدى لا تؤمرون ولا تنهون. فوصف يعني تصور بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق الخلق دون حكمة من أمر ونهي وتشريع وتكليف، فهذا يساوي العبث. فلذلك قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني خلقناكم وتركناكم سدى لا تؤمرون ولا تنهون. وهذا للأسف ظن الذين كفروا، هذا هو ظن الذين كفروا، حيث يعتقدون أنهم وجدوا في هذه الحياة ليعيشوا فيها ويتمتعوا فيها كيف شاءوا دون أن يكونوا ملتزمين بشريعة معينة، بل بما تمليه عليهم أهواؤهم. هذا هو ظن الذين كفروا أن الله عز وجل خلق الخلق عبثا، يعني حتى من يؤمن منهم بوجود الله فهو يظن كما يعني بينا مرارا أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ثم حركه ثم تركه، خلق العالم ثم حركه ثم تركه، ولا علاقة بين الخالق والمخلوق، لا شريعة ولا أمر ولا نهي. وهذا هو الظن الذي وصف الله سبحانه وتعالى بالعبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالله تعالى منزه عن العبث، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فحقيقة عقيدة الكفار أو ما يعتقدون الكفار أنهم خلقوا ليعيشوا وليتمتعوا كما يشاءون، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، كما تأكل الأنعام. فهذا هو ما يعني يقول ويصرح به هؤلاء الكفار، أنه إنما يعيش لأجل بطنه ولأجل شهوته فقط، يعيش ليتمتع بالحياة كيف شاء بالطول والعرض كما يقولون. أما أن يؤمر وأن ينهى فإنه يستنكف عن ذلك، ويسمي هذا يعني حرية وتحررة. وكما قلنا الإنسان إذا خرج من عبودية الله سبحانه وتعالى فلابد وحتما أن يقع في عبودية الشيطان وعبودية الأهواء وعبودية العبيد أمثاله. فالإنسان لابد أن يكون عبدا، الإنسان من حيث هو مفتقر إلى أن في افتقارا ذاتيا إلى يعني هذه العبودية. فإن لم يرضى اختيارا بعبودية الله سبحانه وتعالى التي هي غاية الذل وغاية الشرف له، فإنه حتما ولا بد سيقع في عبودية الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان من عبودية. فمن زعم أنه بتمرده على شرع الله يتحرر، لا، هو لا بد أن يقع في رق من نوع آخر هو الذل والهوان، كما قال الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. فمن هرب من العبودية لله لن يتحرر، بل سيقع في عبودية أخس من أخس أنواع العبودية، وهي عبودية الأهواء والشهوات والأموال ونحو ذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، انظر إلى التشبيه، كما تأكل الأنعام. هم ليسوا كالأنعام، لأن الأنعام في الحقيقة أفضل منهم، كما قال تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ما أوتيت عقولا
والأنعام ما أوتيت أفهاما، أما هؤلاء فأتاهم الله السمع والأبصار والأفئدة فعطلوها واستعملوها في كل شيء إلا في الشيء الذي خلقت له هذه العقول، وهو التوصل عن طريقها إلى يعني أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى وصدق الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمعنى قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثا يعني لا تؤمرون ولا تنهون. فمن ظن أن الإنسان يمكن أن يكون قد خلق ووجد في الحياة لا لحكمة سوى أن يأكل ويشرب ويتمتع فهذا هو العبث، والله منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون ذلك ظن الذين كفروا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فلذلك نرى هؤلاء الكفار، طبعا نحن في هذا الزمان أن نعيش زمانا عجيبا جدا، يعني الكفار ليسوا فقط يعني حتى يحاولون التسوية بين شرع الله وبين ما هم عليه من الضلال والأهواء والخزعبلات، وإنما وصل الحال بالمسلمين إلى أن هؤلاء الكفار المناجيس من أهل الغرب وممن يسمون بدعاة حقوق الإنسان، هؤلاء الضالين والشياطين المارقين والملاحدة أصبحوا الآن يعني يبدون آراءهم في الشريعة ويطعنون في شرع الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذا يتصادم مع حقوق الإنسان، مع وثيقة حقوق الإنسان، واضح؟ وربما تسلطوا على بعض الدول الإسلامية إذا كانت تطبق بعض الحدود أو تظهر شيء من شرائع الإسلام فإن هذا يتصادم مع حقوق الإنسان، الاحتجاج على الحدود الشرعية التي شرع الله سبحانه وتعالى بأن هذه وحشية وتتنافى مع ما يسمى بحقوق الإنسان. يعني حتى حقوق الإنسان هذه التي يتخذونها سلما لاستعباد خلق الله سبحانه وتعالى وقهرهم كما يحصل من أمريكا، يعني انطبق عليها نفس ما نعاه الله سبحانه وتعالى على النصارى في ابتداعهم الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن يعني لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فمع أنهم ابتدعوها لكن مع ذلك ما رعوها حق رعايتها، فهم لا يتذكرون خزعبلات ودعاوى حقوق الإنسان إلا كما حصل مثلا في تلك الجزيرة تيمور الشرقية في إندونيسيا مثلا تذكروا حقوق الإنسان مع هؤلاء أو مع يعني أمثال هؤلاء الناس. أما حقوق الإنسان مع المسلمين فهم يتصرفون كأن المسلمين لا ينتمون إلى بني الإنسان، ولذلك ليس لهم حقوق، لهم القهر والإذلال والمذابح كما حصل يحصل في الشيشان وغيرها من بلاد الأرض كلها وكما حصل في البوسنة والهرسك. هؤلاء يعني أما حقوق الإنسان في هذه اللحظة فتنسى ولا ذكر لها لأنها تتعلق بالمسلمين. فوصل الأمر كما رأينا من قبل حينما أتوا إلى الصومال فيما سمي بحملة يعني إحياء الأمل أو إنعاش الأمل، بعض الجنود الكنديين كانوا يتلهون وقت التسلية يجيبوا المسلم الصومالي ويمسكوه من إيديه ورجليه ويشهوه على النار وهو حي ويضحكوا ويتسلوا بهذا المنظر، ثم ادعوا بعد ذلك نفس الحكومة الكندية حكمتهم، واضح؟ ما أدري يعني كانت الغرامة إيه بالضبط لكن يعني هذه هي حقوق الإنسان، واضح؟ ولما الصوماليين مسكوا واحد أمريكي وقتلوه وجروه من رجليه سحلوه في الشوارع انظروا إلى الوحشية وانظروا إلى هؤلاء الهمج وإحنا رايحين عشان ننقذهم وكذا وكذا، شوف كيف يفعلون في السادة الأمريكان، واضح؟ فحقوق الإنسان فقط حينما يتعلق الأمر بغير المسلمين، أما عند المسلمين فهم يتعاملون معهم على أنهم ليسوا من بني الإنسان ولذلك لا حق لهم فيما يسمى يعني بحقوق الإنسان. فكلمة حقوق الإنسان ما ينبغي، احذروا أن تخدعكم واحذروا أن يضللكم ما يظهرونه أحيانا من وجه حسن ويعني منادى برفع الظلم عن المظلومين، وإلا من قبل وثيقة حقوق الإنسان بكل ما فيها فهو خارج من ملة الإسلام، لأن هذه الحقيقة فيها طعن صريح جدا بدين الإسلام ولا يمكن لمسلم أبدا أن يقبلها بكل ما فيها. نعم فيها أشياء تتوافق مع المبادئ التي أرساها الإسلام منذ يعني قرون حيث لم يكن يسمع أصلا بشيء اسمه حقوق الإنسان، لكن الشرع الشريف هو الذي كرم هذا الإنسان وأثبت له الحقوق. أما هذه الوثيقة الجديدة يعني فإنها تصادما صريحا في بعض بنودها مع شرع الله، وشرع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحاكم بشرع المخلوقين، واضح؟ فما يحصل بين وقت وآخر احذروا أن يعني يبتلع أحد منكم هذا الطعم تحت وطأة الضغط الشديد والإلحاح في تكرار ذلك ليل نهار وإظهار دعاة حقوق الإنسان على أنهم ملائكة ناس من الملائكة
لا هؤلاء يدافعون عن كل شيء، يدافعون عن الهوية والوثنية و... يعني حقوق الإنسان غير قائمة على أساس إنه إنما هي على أساس واهم وعلى شفا جرف في النار، يعني ينهار بصاحبه في نار جهنم. فالذين يعني كفروا الآن الكفار يتعاملون مع الإسلام بمنطق الفوقية، وأنهم أعلى من الشرع، وأنهم يبدون آراءهم في أحكام الشرع يعني الشريف. فإذا جاز هذا أو ما كل جاز، إذا صدر هذا من مشرك وثني زنديق ملحد، فالأمر يعني لا يستغرب. أما أن يأتي من مسلم ويتشدق بالانتصار لمبادئ ما يسمى بحقوق الإنسان ونحو ذلك مما يصادم الشرع الشريف، ويتكلمون عن الشريعة يعني بين وقت وآخر يطعنون في بعض البلاد الإسلامية لأنها تطبق مثلا عقوبة القصاص مثلا. طيب هو اللي قتل ده مش ليس ظالما، الذي قضى على حياة إنسان معصوم الدم وقتل الأخاه المسلم، يعني له أن يقتل لكن لا يعدم، لأن حكم الإنسان يطالبون أن ما يكون في حكم بالإعدام. حكم طب إشمعنى هو أعدم غيره؟ لماذا تعدى على حياة غيره ويتم أولاده ورمل زوجته وحرمه من نعمة الحياة؟ فأليس من عدل الله سبحانه وتعالى أن يعاقب بمثل ما يعني ظلم به الآخرين؟ واضح؟ والله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني لعلكم تتقون القتل كما هو يعني معلوم. فاحترم هذا يعني هذا المنحنى أو هذا الخطر الشديد، وهو التسامح أو الصورة التي يحاول بعض الإعلاميين رسمها لدعاة كل إنسان هم ناس ملائكة، ناس كده فيهم رقة وعندهم مبادئ، لا مبادئ عندهم مبادئ حسنة تتوافق مع الإسلام، وعندهم كفريات تخرج من ملة الإسلام، ومن آمن بها وكان صادقا في اتباعها لا يمكن أن يكون مسلما، كالمساواة بين المسلم والكافر مثلا، مساواة بين المسلم والكافر، هذا أيضا يتنافى مع حكمة الله كما يبين الشيخ عبد الرحمن أبو خالد حافظ الله تعالى هنا في هذا الجزء المهم من مقدمته. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قل تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالكفار يعتقدون أنهم خلقوا ليعيشوا ويتمتعوا كما يشاءون، ولذلك شرعوا لأنفسهم وتركوا تشريع الله سبحانه وتعالى. وقد أرسل سبحانه وتعالى الرسل ليعلنوا للناس أنه سبحانه ما خلق الخلق عبثا وسدا وباطلا، وإنما خلقهم ليشرع لهم ما تزكو به نفوسهم وتطهر به مجتمعاتهم. ولذلك قال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذا سؤال استنكاري، أي لا نجعل من تمسك بشريعتنا ورضي بديننا من أهل التقوى والصلاح كمن تنكب ذلك من المفسدين الفجار. ومن أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه ليضع للناس الدين الذي يحبه ويرضاه، ويبين للناس الصراط المستقيم الذي يجب عليهم اتباعه. والخلاصة أن الحاكم في كل شؤوننا هو الله سبحانه وتعالى، وأنه متى ما قيل الحكم الشرعي فمعنى الحكم الشرعي حكم الله أو ما نظن أنه حكم الله، معنى الحكم الشرعي حكم الله أو ما نظن أنه حكم الله سبحانه وتعالى، وذلك في الأمور التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي أن الحكم لله وحده عز وجل. القاعدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بأمر الله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يشرع من عند نفسه. وحكم الله سبحانه وتعالى هو ما أنزله في كتابه وما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وهذا يعني أن الحكم الشرعي لا يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه من عنده ومن تشريعه، بل الأصل في الرسول أنه مبلغ ما أمره الله به وما أوحاه الله إليه، كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو من الوحي، سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. فقال تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون
إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي هذا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يتقول على الله وإلا تعرض لعقابه وسخطه. وفي آية النجم السابقة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من الدين بهواه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. وهذا رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا: وما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والله هو المشرع في الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تبليغ كلام الله ثم تبيينه للناس حسب مراد الله سبحانه وتعالى وحسب ما يوفقه الله تعالى له، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله هو الذي يوفق الرسول ويريه، فاجتهاد الرسول حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسدد وموفق ومعصوم بعصمة الله إياه، ولا يقره الله على اجتهاد خالف فيه الأولى والأحرى. المهم هنا في هذا الموضع أن نقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الحاكم في الحكم الشرعي، يعني ما دمنا أن نبحث قضية الحاكم فيجب أن نعرف أن الحاكم هو الله وحده فقط، كما لا سجود إلا لله، وكما لا ركوع إلا لله، وكما لا عبودية إلا لله، فكذلك لا حكم إلا لله. فالشرك في الحكم كالشرك في العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا في العبادة. وقال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم وإن كان يسند أحيانا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول مبلغ ومبين لكلام الله وحاكم بأمر الله وقاض بقضائه سبحانه وتعالى، ولذلك أطاع الله. هنا فائدة عابرة تتعلق بجواز استعمال لفظ يعني الشارع، لأن العلماء لهم كلام في هذه القضية. يقول فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظ الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللغوية، يقول في مادة شرع من كتب اللغة مثل لسان العرب والقاموس وشحيه تاج العروس، أن الشارع في اللغة هو العالم الرباني العالم المعلم، فقال ابن الأعرابي، وقال الزبيدي أيضا في تاج العروس، ويطلق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك الشارع، وقيل لأنه شرع الدين أي أظهره وبينه. انتبهوا، يعني في فرق بين لفظة الشارع في اللغة وبين الاستعمال الاصطلاحي. ففي اللغة كما ترب تعني إيه؟ الشارع العالم الرباني العامل المعلم، واضح؟ وأطلق على، وقد يطلق لغة، انتبهوا، يطلق إيه؟ لغة الاصطلاحي، لغة يعني يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشارع، لأنه شرع الدين. شرع الدين يعني إيه؟ أظهره وبينه، أظهره وبينه، هذا من حيث اللغة. أما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق عالم من علماء الشريعة المتخرج، فما عرف أبدا استعمال هذا الاصطلاح في الشريعة كاصطلاح شرعي لا اصطلاح لغوي، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مشرعا ولا في حق أحد من أئمة الإسلام، فما بالك بمن يستعملونه في القوانين الوضعية في حق يعني الذين يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وتجد المحامين في المحاكم وفي البحوث وهذه الأشياء، والمشرع فعل كذا وكذا، والمشرع قال كذا وكذا، فمن هو المشرع؟ هو إله من دون الله؟ فلا، كان لا يطلق لفظ المشرع بالمعنى الاصطلاحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيطلق على هؤلاء الناس. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وأما في لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى اللغوي لا تجد إطلاقه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق عالم من علماء الشريعة المطهرة، فلا يقال لبشر شارع ولا مشرع
وفي نصوص الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. فما الذي شرع؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله شرع، أو في حديث ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، فالله هو الذي شرع. هذا رواه مسلم وغيره. لهذا فإن قصر إسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أخذ في كتب علماء الشريعة على اختلاف فنونهم صفة التقعيد، فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتبع، ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي. لا يلزم من جواز استعمال كلمة الشارع بمعنى العالم الرباني، العالم، المعلم، أو الشارع بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارع لأنه أظهر الدين وبينه، هذا معنى لغوي. لكن يقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: ولا يلزم من الجواز اللغوي الجواز الاصطلاحي. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وإنه بناء على تنبيه من شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى على أن إطلاق رفض المشرع على من قام بوضع نظام غير لائق صدر قرار مجلس الوزراء في رقم 328 في 1/3/1996 هجرية بعدم استعمال كلمة المشرع في الأنظمة ونحوها، والله تعالى أعلم. فهذا إشارة عابرة لمسألة تساهل بعض الناس في إطلاق لفظة المشرع، يعني حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق اصطلاحا عليه لفظ المشرع، لأن السلام ليس مشرعا من قبل نفسه، وإنما هو مبلغ لأحكام المشرع الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة: أن العلماء والفقهاء والقضاة والأئمة ليسوا مشرعين. يقول: والحكم الشرعي إذا نسب إلى عالم وفقيه ومجتهد أو قاض أو إمام كأمير ونحوه، فإنه لا يعني أن الحاكم هو أحد هؤلاء، بل هؤلاء جميعا موقعون عن الله، واجتهادهم وقضاؤهم وأوامرهم يجب أن تكون جميعها مستندة إلى حكم الله سبحانه وتعالى من كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إن حكموا بالنص القرآني أو الحديثي فقد حكموا بحكم الله، وإن لم يجدوا نصا واجتهدوا بآرائهم أو بقياسهم فيجب أن يكون اجتهادهم هو ما يظنون أنه حكم الله، وليس لأحدهم أن يحكم بهواه أو برأيه المجرد أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها. وهذا يعني في المحصلة النهائية أنهم يحكمون بحكم الله، فإن أصابوا فمن الله، وإن أخطأوا لأنهم غير معصومين فإن هذا الحكم ينسب لأنفسهم ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه. يعني أن زلة العالم لا تنسب إلى الشرع بحال من الأحوال، زلة العالم لا تنسب إلى الشرع بحال من الأحوال. غاية ما فيها أنه يعفى عنه مدام اجتهد، وما قصر، اجتهد وأداه اجتهاده إلى رأي حتى لو كان يعني أخطأ فيه، فليس هذا من الشرع وإن كان هو يعني معذورا، لكن لا ينسب هذا إلى الشرع. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم وحده، والعلماء مجرد موقعين عن الله مبلغين عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، محاولين باجتهادهم أن يصلوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. طبعا هنا المقصود اجتهاد العالم الذي استوفى شروط الاجتهاد الشرعي، لكن أي واحد يعني يقول بما شاء أن يقول وهو إنسان جاهل غير مؤهل ولا علم عنده، ويعني يجتهد بهواه ثم يقول يستدل بالحديث، وما أكثر ما يظلم هذا الحديث. يقول لك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. أولا يقول اجتهد يعني لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، وسيأتي بيان ما معنى المجتهد. أيضا ممكن إمام أو عالم كبير يكون مجتهدا، ولكن يعني شرط أن يعفى عن خطئه شرط إيه؟ لا، مش شرط يكون حاكم، أن يكون إيه؟ هو مجتهد، لكن اشترط أنه إيه؟ أيوة، يعني هو متصف أنه مجتهد صح؟ لكن هي شوف التعبير، لكن اشترط أن يجتهد، هو مجتهد ويشترط أن يجتهد، يعني هو مجتهد يعني متصف بصفات المجتهد ومستوفى الشروط، لكن ممكن مجتهد ويقصر في مسألة بعينها ولا يستفرغ وسعه في إيه؟ في البحث عن الحكم الشرعي الموافق لشرع الله في هذه المسألة، يعني يقصر في النظر والاجتهاد،
فهنا هل ينطبق عليه حديث؟ لا، لأن الحديث يقول إيه؟ إذا حكم الحاكم إيه؟ فاجتهد. يعني إيه معنى فاجتهد؟ يعني بذل غاية وسعه وتحرى أقصى التحري ليصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فبعد بذل الجهد إن أصاب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ويعفى عنه إيه؟ الخطأ، لكن بشرط أن يكون قد بذل جهده. واضح؟ فممكن يكون هو متصف الاجتهاد لكن ما اجتهد في هذه المسألة، قصر في البحث ولم يستخرج وسع، ففي هذه الحالة لا ينطبق على الحديث بل يكون مأزورا لا مأجورا ولا معفوا عنه. القاعدة الرابعة الإجماع من حكم الله سبحانه وتعالى. فإجماع الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة ما من مسائل الدين ليس تشريعا جديدا، لأن الإجماع يستند دائما إلى دليل شرعي. الإجماع دائما يستند إلى دليل شرعي، سواء آية من الكتاب الكريم أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون الإجماع في نهاية أمره مردودا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا من توفيق الله لها، وبالنهاية فإجماعها من حكم الله. إذا الإجماع دليل إيه؟ دليل معصوم. فالإجماع دليل معصوم، لأن الإجماع دليل شرعي، وهو في الحقيقة هو من حكم الله وليس من حكم الأمة المجتمعة على خطأ. واضح؟ وطبعا هذه سوف سنناقش فيما بعد بالتفصيل، كل متعلقات قضية الإجماع سنناقش بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن يكفي الآن هذا القدر، أن نؤمن أن الإجماع من حكم الله وليس تشريعا إيه؟ بشريا. لكن الإجماع بشروطه الشرعية طبعا في نهاية الأمر هو مردود إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى يعني توفيق الله للأئمة المجتهدين حينما يجمعون. هذه القاعدة وهي أنه لا حكم إلا لله لها آثار عظيمة في التشريع الإسلامي، وهك أهم هذه الآثار. أولا، قاعدة إن الحكم إلا لله من ثمارها تحري الحق والرجوع إلى القرآن والسنة قبل الإفتاء. فأول آثار الإيمان بأن لا حكم إلا لله هو غرس تحري الحق والبحث والتنقيب عن حكم الله سبحانه وتعالى في كل قضية، وعدم اللجوء إلى الرأي إلا في أضيق الحدود، وعندما يتم العجز التام عن وجود نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مخافة أن يدخل المسلم تحت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن في هذه الحالة يعني هذا مما يحاصر قضية التقول على الله سبحانه وتعالى، ويضيق مقام التقول عليه والتعجل في إصدار الحكم الشرعي، لأن كل عالم وإمام ومفتن وحاكم إذا استقر في قلبه أنه يصدر الفتوى موقعا باسم الله ونيابة عن الله، وكان مع ذلك من أهل الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه سيبذل قصارى جهده في أن يصل إلى مراد الله حقا وصدقا، وأن يتعرف على ما يحبه الله ويرضاه، وعلى مقاصد تشريعه وأهداف رسالته في الأرض. الأثر الثاني من أثار الإيمان بهذه القاعدة إن الحكم إلا لله أن يرد كل خلاف بين المسلمين إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هذا يؤدي إلى تضييق شقة الخلاف بين المسلمين، لأنهم سيصدرون في فتاويهم وآرائهم عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون في كل خلاف ينشأ بينهم إلى كلام الله وكلام رسوله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبهذا تضيق شقة الخلاف، ويقل تحكيم الرأي والهوى، وتعظم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع المسلمون ما أمكن على كلمة سواء، ويكون كلام الله هو الفيصل دائما عند نشوء أي خلاف في الرأي والاجتهاد. طبعا أيضا من ثمار هذه القاعدة أن لا حكم إلا لله تضيق هو الخلاف بين المسلمين، لأننا اتفقنا على هذا الأصل، وأتى النص من القرآن أو من السنة يرتفع الخلاف بذلك. واضح؟ بخلاف يعني تبني قواعد تناقض هذه القاعدة، قاعدة لا حكم إلا لله أو إن الحكم إلا لله. لو أننا تساهلنا مثلا مع
كلام الصوفية الضلال الذين يقولون كل شيخ وله طريقة، أو حينما تقيم عليه الحجة بالقرآن أو السنة يقول لك إيه، أنتم لكم طريق ونحن لنا طريق، أنتم لكم طريق للشريعة ونحن لنا طريق الإيه الحقيقة، إحنا بتوع الحقيقة لكن أنتم جماعة بتوع الشريعة بتلعبوا تحت، أما إحنا فالعلم ده سلالم وإحنا خلاص وصلنا، فاللي وصل ما يحتاجش يطلع على السلم. فالحديث والفقه وأصول الفقه والقواعد ومش عارف هذه علوم الشريعة كلها ده لاعب، ده أنتم لسه بتلعبوا لسه بتحاولوا توصلوا، لكن إحنا لما وصلنا ما نحتاج للشريعة ولا الأوامر ولا النواهي بل حتى ولا إقامة الصلاة، تسقط التكاليف عنه في زعمهم إذا وصل للمقام الأعلى يسقط عنه التكاليف. فأي إنسان يجوز يعتقد جواز وجود طريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لطريق رسول الله فهو كافر خارج من ملة المسلمين، لا يمكن أن يبقى مسلم. من جوز أن يكون هناك طريق إلى الله مغاير يعني يوصل إلى الجنة وهو طريق مخالف لطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو خارج من ملة المسلمين. فيعني الناس ينطقون بهذا الكلام ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة كل شيخ له طريقة أو أنتم لكم الشريعة ونحن لنا الحقيقة، أو يستدلون بفعل الخضر مع موسى عليهم السلام وجواز يعني تقطعه، يعني هل هناك شرع بعد شرع محمد عليه السلام؟ الخضر يعني في خلاف هل هو نبي أم ليس بنبي، فإذا قلنا هو نبي فإذا لكل منهما شرعه، لكن هل يقال هذا مع شرع النبي محمد عليه السلام الذي شرع الذي نسخ كل ما عداه من الشرائع؟ كل الشرائع نسخت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أبدا التساهل في مثل هذا الأمر. حتى أحيانا أيضا نجد بعض الجماعات الإسلامية في غمرة التعصب الحزبي المقيت والبغيض يعني تدخل الحزبية حتى في دائرة البحوث الشرعية، فبعض القضايا الشرعية لا يرجعون فيها إلى العلماء المحققين، لا بد العالم يكون تحت راية الجماعة، لا يرجع لعالم ولا يرشح كتاب لعالم ولا يدعو الناس لأن تقرأ لعالم ولا تسمع لأحد إلا لابد يكون معاه واخد ختم النسر بتاع الجماعة، لازم يكون الختم موجود عليه إنه منتمي لنفس الجماعة. لكن واحد من عالم من العلماء الكبار ومن أهل السنة وأهل التحقيق وليس منضوياً تحت لواء الجماعة وتحت لواء هذا الحزب العصبي لا يعلمون ولا يدعون الناس إلى يعني إلى أخذ الفتاوى، وإنما يقول نحن عندنا علماؤنا وعندنا مفتينا وعندنا يعني من نرجع إليهم، فإذا رشح كتاباً لابد يكون من منتمي للجماعة. فطبعاً هذه الحزبية البغيضة يعني تظهر بعض الجماعات كأن لها شريعة مستقلة وكأن الآخرين من أهل العلم والفتوى حينما يتكلمون ده بيتكلمون لطائفة أخرى أو لدين آخر، في حين أننا جميعا بصفتنا مسلمين مطالبون أن نتحكم جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض هذه الجماعات تجتهد في صد أتباعها عن العلم، لأن العلم هو الذي يبصر الأتباع بحقيقة ما هم عليه من تعصب حزبي مقيت ومخالفات شرعية، العلم يبصر الناس فذلك يخافون من العلم ويخوفون من العلم. أي نعم. فهذا كله مع أن من هذه الجماعات من ترفع لواء إن الحكم إلا لله، ولكن عند التحقيق عند الوقوع في الامتحان يكرم المرء أو يهان، نجد عدم التحكم إلى الشرع في الحقيقة بل التحكم إلى الأهواء وإلى هذه الحزبية المقيتة ويعني البغيضة. من ثمرات هذه القاعدة أيضا أنه لا إلزام إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما وافق ذلك. أيضا من شؤم هذه الحزبية البغيضة في بعض الجماعات الآن أنه في خطب الجمعة في المصنفات في المحاضرات لابد أن كما تقول قال الله وقال رسول الله لابد تقول قال فلان لشيخهم أو كبيرهم أو زعيمهم، قال فلان يوضع جنب قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله كم سمعنا أناسا لا يقولون قال الله وقال رسول الله وإنما ديدانهم صباح مساء أن يقولون فلان قال، ما حكم الشرع في التدخين فيقولون فلان كأن سلوكه سنة إيه؟ سنة تقريرية، شيخنا فلان أو زعيمنا فلان رأى رجلا يدخن فقال مش عارف يعني كلمات معينة كأن يقوم أفعاله مقام السنة التقريرية. فهذا الغلو موجود الحقيقة موجود ويعني نحس به ونعاني يعني منه كثيرا في وسط الجماعات الإسلامية التي لا تحقق تحقيقا صادقا معنى قاعدة إن الحكم إلا لله، فالشرع يلزم الجميع وكلام العلماء نقول أنه يلزم الجميع
فإذا لا ينبغي إلزام الناس إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وما سوى ذلك ليس من الدين. فكلام العلماء والمجتهدين والقادة الذي يخالف نصا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الآراء والاجتهادات التي لا تخالف نصا فتبقى آراء يجوز مخالفتها لمن وجد غيرها أحسن منها، ولا يعتبر مخالف الرأي الفقهي مخالفا للدين بحال، إلا إذا كان هذا الرأي الفقهي مستندا إلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تحرم مخالفته. وفي هذه الحالة أيضا فإن الرأي الفقهي يستمد وجاهته وقوته ليس من كلام قائله، وإنما من إيه؟ للدليل الشرعي الذي يستند إليه. فقوته ووجاهته واحترامه إنما بسبب ما وافق فيه الكتاب والسنة الشريفة. وأما من تجب علينا طاعتهم بأمر الله كطاعة أولي الأمر، فمعلوم أن طاعتهم ما كانت واجبة إلا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، فمن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فلا شك أن طاعة أولي الأمر مشروطة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل إيه وأطيعوا أولي الأمر، لأن هناك طاعة مستقلة لله وهي طاعة والتزام ما ورد في القرآن، وطاعة مستقلة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما شرعه بإذن الله في السنة. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، إيماء إلى أن ليست طاعتهم لذاتهم، لأنهم في حد ذاتهم ليسوا مشرعين. طبعا أولي الأمر تشمل الأمراء وتشمل العلماء، والأرجح أنها تشمل العلماء بصفة أساسية، لأن العلماء هم أولو أمر، هم أمراء الأمراء، المفروض العلماء هم أمراء الأمراء، ولا يطاع الأمراء إلا فيما أطاعوا فيه العلماء، ولا يطاع العلماء إلا فيما فيه وافقوا فيه الإيه القرآن والسنة. فرجع الأمر إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يكن إلى أولي الأمر. فإن حصل تنازع مع أولي الأمر أو تنازع الناس بينهم فالتحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خلاصة القواعد في هذا الباب: باب لا حكم إلا لله، أنه الحكم لا حكم إلا لله، له الخلق وله الأمر، وأن الرسول حاكم بأمر الله وليس حاكما من تلقاء نفسه وليس مشرعا بذاته، وأن الإجماع من حكم الله وليس الإجماع من حكم البشر، وإنما هو من حكم الله، ولذلك الإجماع دليل معصوم تماما كالقرآن وكالسنة. الاجتهاد هو محاولة الوصول إلى حكم الله، وهو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. والاجتهاد الصائب هو ما وافق حكم الله، والخطأ ينسب إلى صاحبه وليس تشريعا من عند الله، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا فيما يتعلق بالحاكم. طبعا لأنه بحوث أصول الفقه تبدأ أساسا ببحث الحكم الشرعي، فالحكم نتكلم في الحاكم أولا كما تكلمنا، ثم في المحكوم عليه، ثم في الإيه؟ في الحكم الشرعي نفسه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ففيما يتعلق بالمحكوم عليه يقول الشيخ، وكما تلاحظون الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى بسط الموضوع جدا في أصول الفقه، يعني أنا ما رأيت أبسط من هذا الكتاب في أصول الفقه، الكتاب في غاية البساطة والتيسير، وعنده هذه الموهبة الشيخ، يعني عنده القدرة العجيبة على تبسيط الأمور الصعبة تماما كالشيخ أبي بكر الجزائري، الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى. فلذلك رأينا البداء بهذا الكتاب، لأنه أبسط كتاب في أصول الفقه كنوع من السلم للتبرد إلى ما هو يعني أصعب رويدا رويدا إن شاء الله تعالى. ولذلك لن نتوقف طويلا في شرح قضايا، لأن المقصود فقط الإلمام بمقدمة عامة بعلم أصول الفقه، ثم نتدرج إن شاء الله بعد ذلك درجة 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 في الأعلى. يقول الشيخ أولا: الغاية من الخلق في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ليعبدون؟
هي في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ليعبدون؟ لآمرهم وأنهاهم. ليعبدون يعني لأكلفهم وأمرهم وأنهاهم. ليعبدوني وحدي وحدي من خلال الأمر والنهي. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الأصل الأول في هذا الباب هو مضمون قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يدلنا على أن الله ما خلق البشر والجن إلا لعبادته وحده لا شريك له، ومن أجل ذلك خلق السماوات والأرض وفخرها وما فيها للإنسان الذي خلق أصلا لهذه الغاية العظيمة. ومن أجل هذه الغاية أرسل الله الرسل وأنزل الشرائع من أجل هداية الإنسان إلى صراط الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله جل وعلا قد تكفل لآدم عند هبوطه إلى الأرض بأن ينزل عليه وعلى ذريته هدى، فمن اتبع هذا الهدى فقد اهتدى ومن تركبه فقد ضل وهلك. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى الوحي فإما يأتينكم أيها البشر مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الهداية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي دينه وشريعته وحلاله وحرامه، كما أنها أيضا هي العقيدة الهادية التي تحدد للإنسان أبعاد هذا الكون كيف بدأ وإلى أين يسير، ويعرف الإنسان بربه وخالقه ولماذا خلقه وعاقبة هذا الإنسان ومآله. فالإنسان هو مناط التكليف، ومن أجله أنزلت الشرائع السماوية وأرسلت الرسل، بل من أجله أيضا خلق الله هذه السماوات وهذه الأرض وسخر له ما فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا هو تكريم الإنسان، وهذه علاقة الإنسان بالكون، كل ما في هذا الوجود في السماوات والأرض مسخر للإنسان في خدمة الإنسان. وبهذا نعلم يقينا أن العالم ما قام إلا ليكلف الإنسان ويبتلى، واضح؟ فالعالم ما وجد إلا إيه؟ وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادتي وحدي وألا يشركوا بي شيئا، واضح؟ فهذه الحكمة من الخلق. فالعالم ما قام إلا ليكلف الإنسان ويبتلى. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى قد؟ هل بمعنى قد؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه. فما خلق الله الإنسان إلا ليبتليه ويختبره، وهذا الابتلاء هو التكليف، والإنسان بهذا الابتلاء هو المكلف. ولا شك أن التكليف الشرعي تشريف عظيم للمكلف، فالعبادة التي خلق الله الناس من أجلها هي أشرف الأعمال وأشرف الخلق، هم من حققوا هذه العبادة على وجهها الأكمل. وهذا المعنى حقيقة معنى مهم جدا، أن التكليف تشريف، يعني كون الإنسان يصل إلى مرتبة يستحق فيها أن الله سبحانه وتعالى يكلفه ويأمر وينهى ويعني يجعله مسؤولا عن أداء أمور معينة، هذا في حد ذاته تشريف، واضح؟ التكليف تشريف. لماذا؟ لأنك بالتكاليف الشرعية تكون يعني ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى بأداء أشرف العبادات، أشرف من الأشياء، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتوحيده عز وجل بلا شريك. فالعبودية لله والذل لله والانقياد لشرع الله هذا أعظم شرف يناله الإنسان، كما قال يعني الشاعر ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بهامتي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فأي مسلم منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الدنيا لا شك هو يعني ينال أكبر الشرف بكونه مسلما، لكن أعظم الشرف على الإطلاق أن يكون مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الأمم، فنبيها خير الأمم وكتابها خير الكتب وأمتها يعني أشرف الأمم، واضح؟ واجتمع لهذا وكتابه أشرف الكتب فاجتمع له الشرف من كل جهة.
شرف المكان في مكة، شرف الزمان في رمضان، ثم في ليلة القدر شرف السفارة وهو سفارة جبريل عليه السلام بأشرف لغة وهي لغة القرآن على أشرف نبي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف كتاب واضح إلى آخره. فإذا من أعظم ما يشرف الله به العبد أن يكون الإنسان أهلا لأن يخاطبه الله بالتكاليف الشرعية، لأنه بهذه التكاليف يعني يرتفع عن مستوى العجموات والبهائم، يتميز بكونه إنسانا مكرما أهلا لأن يخاطبه الله سبحانه وتعالى بالتكاليف الشرعية. يعني إذا رأينا واحد مثلا، لو مالك مثلا ولا رئيس بعد واحد موظف عنده أو مساعد مثلا إلى مالك آخر أو مكان بعيد، كلفه أن يوصل رسالة مثلا، كم يكون مفتخرا بأنه هو رسول ومندوب من إيه؟ من لدن هذا الملك. ولله المثل الأعلى. فالتكليف حينما يأتيك من الله سبحانه وتعالى فهذا بلا شك يعني أعظم تشريف لك. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فمقام العبودية لله يعني لأي إنسان من البشر أشرف ما يكون، كلما أمعن في العبودية لله كلما ارتفع مقامه عند الله. والقاعدة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم توضح ذلك في قوله تعالى إيه؟ من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عكس التواضع الكبر، فمن تكبر أذله الله عز وجل. لذلك يحشر المتكبرون في سورة الذر يوم القيامة، في سورة الذر الهباء الذي يرى في الايه في ضوء الشمس حينما يخترق الظل يكون فيه الهباء اللي هو الغبار. هذه على هذه الصور يحشر المتكبرون يوم القيامة، هم يريدون الانتفاخ والرفعة والعلو في الأرض، فإذا بهم يعاقبون يوم القيامة بأنهم يحشرون على هيئة أمثال الذر تحقيرا لهم وتصغيرا. وقال الله تبارك وتعالى قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ولذلك إذا فهمنا هذا ما يخطئش في تلاوة هذه الآية في سورة الأعراف، يعني مش هنلاقي واحد يقول إيه قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. لا، لو إنسان ربط بين فاهبط منها الهبوط في نوع من إيه الإنزال والانحطاط، فاهبط منها لماذا؟ لأنه أراد أن يتكبر. لما أراد أن يتكبر عمله الله بنقيض قصده وأخبطه إلى منزلة الدنيا. قال فاهبط منها، ما قالش فاخرج منها، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فعمله بنقيض قصده. فكلما أمعن الإنسان في التواضع لله وفي الذل لله كلما ازداد عزا. كلما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ما تمدحه به أن تصفه بأنه عبد الله ورسوله، واضح؟ وبعض السفهاء الذين يغالون في الصالحين أو يغالون في الأنبياء ويظن أنه كلما رفع النبي عليه السلام فوق قدره البشري أنه بذلك يرفعه، لا، الرسول ما يرضى بذلك، الرسول لو رآه لعاقبه، واضح؟ وإلا فقد قال عليه السلام إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وقال أيضا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، يعني لا يصل بكم الغلو ولا تحسبوا أن محبتكم إلا إياي سوف تشفع لكم حينما ترفعوني فوق قدري. فلا الله يرضى ذلك ولا هو أمر به، ولا الرسول نفسه يرضى أن يحلف به وأن تقولوا النبي أو حياة النبي أو غير ذلك مما يحلف الناس به يظنونه تعظيما للنبي عليه السلام، لا، أو, 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 أو كما يفعل الصوفية طبعا، وطامتهم في ذلك مشهورة معلومة كقول يعني قائلهم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو لا يرضاه النبي عليه السلام، والقصيدة مليئة وحافلة بالإيه؟ بالشرك، بالشركيات، وهم يحسبون ذلك يعني مقرب أنه من الله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كلما مدحته بالعبودية لله كلما كان أشرف له. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى مدحه بالعبودية في أشرف المواضع، ورسول صلى الله عليه وسلم ما ارتفع عند الله إلا بسبب ذله وتواضعه وخضوعه لله، هذا هو الشرف الحقيقي. فمن أراد أن يرتفع فليتذلل لله، لأنه إذا تذلل لله فلا يمكن أن يذل لغير الله أبدا، واضح؟ أما ما يحصل من بعض الضالين من الإفراط والغلو في الصالحين أو في الأنبياء، والواحد عايز يقوم مثلا هو قاعد يجي يقوم يقول إيه مدد يا رسول الله أو يا رسول الله، يعني يطلب المعونة والمدد من الرسول عليه السلام، هل الرسول يرضى بذلك؟ هذا شرك، تطلب المدد من الرسول عليه السلام. وممن كان يطلب رسول المدد
كان يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. يعني خلع صفات الألوهية على الأنبياء مما يناقض أصل التوحيد، يناقض أصل التوحيد. وطبعا يعني أشد الناس ولوغا في هذا الغلو القبيح الشيعة الروافض قطعهم الله وأذلهم ونكس رايتهم، فإنهم من أشد الناس غلوا، من أشد الناس يعني غلوا. واحدة شيعية يعني يظهر من خارج، يعني اليوم استقبلت رسالة أول كلمة كتبها مدد يا علي، أول كلمة في الجواب مدد يا علي، فأول القصيدة كفر كده يعني فعلا، مش الشعر بس، أول القصيدة كفر مدد يا علي. ثم تسأل بعض الأسئلة يعني إذا تحسبوني شيعيا. فالشاهد يعني أن هؤلاء يعني في غلوهم في أئمتهم، وحتى حول الكعبة تسمعهم وهم يقولون مدد يا زهراء أو مدد يا فاطمة، يا فاطمة يا حسين يا علي، ويظنون ذلك مما يقربهم إلى الله، لأن هؤلاء ممن نكس الله قلوبهم، الشيعة الروافض أذلهم الله، ممن نكس الله قلوبهم وممن يصدمون الشرع في كثير من الأمور، وهم أقبح الفرق في الغلو في أئمتهم الذين يدعون لهم العصمة. وهذا حديث يطول، لكن الذي قادنا لهذا الأمر أن التكليف الشرعي تشريف عظيم للمكلف، فالعبادة التي خلق الله الناس من أجلها هي أشرف الأعمال، وأشرف الخلق هم من حققوا هذه العبادة على وجهها الأكمل. ولذلك كان الرسل أشرف البشر وأعلاهم منزلة في الدنيا والآخرة وأفضل العالمين. وكان أعظم وصف للرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله به أنه عبد لله، هذا أعظم مدح مدح به الرسول عليه السلام. ولذلك قال تعالى في مقام الإسراء وهي آية عظمى، قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني كل ما يضاف إلى الله يكون شريفا. حينما تقول بيت الله، حتى قال الآية ناقة الله، ناقة الله وسقياه، نسبها إلى الله تشريفا له. وإنما المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو كلمة الله بمعنى خلق بكلمة كل، واضح. فالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تستلزم إيه؟ التشريف، التشريف. سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام إنزال الكتاب قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه أشرف المواطن، فما وصف الله رسوله بالعبودية فيها إلا تعظيما لهذا الوصف، واضح. وقال عن عيسى إن هو إلا عبد، لا بقى ناس ما تكفيش زي نقول على عيسى عبد، لا ده هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة وهو كذا وكذا، فزين لهم الشيطان أن هذا تعظيم لعيسى وأن هذه محبة لعيسى وأن عيسى يرضى بهذا. هل المسيح يقبل هذا؟ لا، المسيح يكفرهم بهذا ويبرأ إلى الله منهم، واضح. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والخلاصة أن من استعمله الله في طاعته وخدمته والقيام بأمره فقد أكرمه وقربه، ومن خذله الله وأبعده فقد أهانه وحرمه. ولا شك أن من أهانه الله ليس له من مكرم، يعني من رفع الله قدره حتى يصل إلى مرتبة أن يصبح عبدا لله، يصبح من عباد الرحمن داخلا تحت قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يا عبادي، فهذه الإضافة هي الشرف العظيم، فهذا تكريم لله سبحانه وتعالى. أما من حرمه الله وخذله وحرمه من هذا الشرف وهو العبودية لله، فهذا بالفعل في الحقيقة إهانة له. ولذلك تأمل هذه الآية الكريمة ألم ترى أن الله يسجد له، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذا من يهن الله بأن يخذله ولا يوفقه إلى التوحيد وإلى العبودية وإلى الذل لله هذا أهانه الله. أما من صار أهلا للتكليف، وأما من سجد وركع وسبح وعبد الله فهذا الذي هو الذي
أكرمه الله وشرفه. إذن العبودية لله شرف، وأعظم مرتبة يصل إليها العبد الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فمن أهانه الله خذله وحرمه من السجود له. ولهذا يجب أن ينظر إلى التكليف على أنه تشريف وكرامة وعلو منزلة، لا على أنه كلفة ومشقة وإهانة وعنت. تعالى الله أن يكون القائم بأمره كذلك. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى، لأن هذه المعاني الحقيقة معاني رائعة جدا التي يلفت الشيخ حفظه الله تعالى نظرنا إليه، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الحملات على المتدينين وعلى الملتزمين في كل مكان تقريبا، لمحاولة إظهار أنهم متعنتين. يسمى المتدينين المتعنتين، المتزمتين، المتطرفين، الأصوليين ونحو ذلك من هذه الأسماء المنفرة، يريدون بها أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. لا، يبد أن يعلم الناس ويصححوا هذه المفاهيم. فالإنسان الذي يعني يستجيب لتكليف الله ويطيع أمر الله سبحانه وتعالى، قلنا هذا تشريف له وكرامة وعلو منزلة، هو يرتفع بهذا. ولا ينبغي أبدا أن يشعر الإنسان بالدونية أو بالنقص لأنه مثلا ملتحن، أو أن المرأة محجبة أو منقبة، أو أنه يحافظ على الصلوات، أو أنه يحفظ القرآن الكريم. لا، إذا أنت تفخر وترفع رأسك عاليا اعتزازا بإيه؟ بهذا الشرف الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به، أن جعلك على صراط المستقيم. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فإذا استعملك الله في طاعته فهذه علامة التشريف والتكريم. أما من حرم فهذا هو الشقي. يقول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالشرع الذي شرعه الله لنا ما أراد لنا الله لنا به الشقاء ولا الهوان، وإنما أراد لنا به الإيه؟ الكرامة، وأراد به التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيعني الناس الذين ينحرفون عن الشرع هم الذين يتسببون في وصف الإسلام بالغربة، لأن المستقيمين يكونون قليلا وبالتالي يعانون هذه الغربة. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر من شدة ما يعانيه من غربة الدين. ولكن طبعا الجزاء على قدر النصب والتعب، فكلما عانيت أكثر كلما عظم أجرك عند الله تبارك وتعالى. فحينما حرم الله علينا المحرمات، حينما حرم علينا الربا مثلا، حينما حرم علينا الأشياء المحرمة، ما أراد بذلك تعذيبنا وما أراد بذلك تعنيتنا. بالعكس، إذا تأملنا قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص تماما على أن يرفع عنا كل مشقة وكل عنت. ولذلك جاءت الشريعة شريعة يسر وسماحة وحنيفية سمحة سهلة. فالله تعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فيستحيل أن يكون نزول القرآن لشقوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشقوة أتباعه، بل لسعادتهم وعزتهم في الدنيا والآخرة. بل الشقوة على من خالف أمر الله وابتعد عن طريق الله عز وجل، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعرض عن الله هو الشقي المنكود، والمقبل على الله هو السعيد الموعود بكل خير ورزق. واضح؟ فلابد أن نكون على ثقة كاملة بهذا الأمر، وهو أن كل ما أمعنت في العبودية لله وفي الطاعة لله زدت شرفا وكرما وكرامة وعزة. وكلما بعد الإنسان عن الله كلما زاد نصيبه من الشقاء. فلذلك لا ينبغي أن نغتر بظاهر الكفار، فهم يعني يعانون أشد أنواع الضيق والعذاب والضنك بدنياهم التي يعبدونها. ولذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى ألا نغتر بتقلب الكفار في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. ينبني على هذه القاعدة، وهي قاعدة أن التكليف تشريف، تكليف العبد تشريف له، بدليل حتى إنه ما يكلف إلا الإيه؟ العاقل، إلا الذي شرفه الله بنعمة العقل هو المكلف.
يترتب على ذلك أنه لا يجوز أن تكون العبادة عقوبة. ما دام أن التكليف تشريف فلا يجوز لنا أن نفرض العبادات نوعا من العقوبات والتعذير، لأن العبادة شرعت ووضعت للتكريم لا للإهانة. يعني لا يجوز استعمال العبادة للعقوبة واضح أو للتعذير كالجلد مثلا أو الحبس أو الضرب أو نحو ذلك. لا، العبادة تشريف وليست إهانة، فما وضع للتشريف لا يجوز أن يستعمل فيه الإهانة. ومكان العقوبة الإهانة للتكريم، ولا ينقض هذا كون الكفارات نوعا من العقوبات، لأن الكفارة لا يقاس عليها، كفارة استثناء هي عقوبة. يعني في كفارة مثلا بالصيام بعتق رقبة بكذا أو كذا، فالكفارات لا يقاس عليها في هذا الباب بالذات، هي الأشياء التي يمكن أن تكون عقوبة بالفعل. وإن كان الكفارات في حقيقتها هي يعني رحمة بالمسلم نتيجة ارتكاب نوع معين من المخالفات ويعني الأخطاء كقتل الخطأ أو اليمين التي يحنث فيها صاحبها أو الجماع في نهار رمضان. فعلى أي أحوال قاعدة عامة واتفاق عام أنه لا قياس على الكفارات، فالعبادات لا يجوز أن تفرض عقوبات لأن العبادات تكليف والتكليف تشريف. الأمر الثاني الذي يترتب على قاعدة أن التكليف تشريف، قلنا الأول أثر إيه؟ أول أثر هو أنه لا يجوز أن تكون العبادة عقوبة. الأثر الثاني أو الشيء الثاني الذي ينبني على قاعدة أن التكليف تشريف، لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفران. فبما أن التكليف تشريف فلا يستوي على الإطلاق المؤمن والكافر، بل من سوى بين المسلم والكافر فقد وقع في الإيه؟ في الظلم، في الظلم. من سوى المسلم والكافر فهو ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، واضح. فالتسوية بين المؤمن والكافر ليست عدلا، بل هي مخالفة لما قامت عليه السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أيضا: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وهذا التفريق بين المؤمن والكافر كما هو في الآخرة، حيث يكرم المؤمنون بالجنة ويهان الكافر بالنار، فهو في الدنيا أيضا. فقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتفريق بين المؤمنين والكافرين في كثير من المعاملات والقضايا، فقد أهدرت الشريعة دم الكافر المحارب، وأباحت ماله واسترقاق ماله وأولاده واسترقاق نسائه وأولاده، وعظمت مال الكافر بعقد الذمة، وجعلت حقوق الذمة خاضعة للمشارفة لا للنصوص الشرعية، ووضعت فروقا كثيرة بين حقوق أهل الذمة وحقوق المسلمين في الدولة الإسلامية، مما هو معلوم في مكانه ومصادره. يعني أما ما شاع على يعني ألسنة الناس لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهذا غير صحيح، هذا ليس حديثا عن النبي عليه السلام، وإنما لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بمعنى إذا إيه؟ إذا أسلموا، إذا أسلموا. أما أن يقال بتسوية المسلم، وهذه إحدى مواد حقوق مواثيق حقوق الإنسان، أن الناس جميعا سواسية لا تمييز بينهم على أساس لون أو جنس أو دين أو عنصر إلى آخره. نعم، الإسلام شرع أنه لا يعني تمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو النوع أو كذا أو كذا، لكن على أساس الدين الإسلام لا، جعل فيه تمييز. والإسلام يقول لا يستوي المسلم ولا يستوي الكافر، لأن الكافر إذا يعني إذا وضع في مرتبة دنيا بالنسبة للمسلم، هذا مما يبغضه في الكفر ويحرضه على أن يترقى إلى أن يكون مسلما عزيزا يعني كريما. فهذا يعني من أثار هذه القاعدة تكليف تشريف، أن من شرفه الله بالإيمان لا يمكن أبدا في شرع الله أن يستوي مع من أهانه الله بأن خذله عن دين الإسلام وعن التوحيد، واضح؟ ثم شرع الشيخ حفظ الله تعالى في مناقشة متى يكون الإنسان مكلفا، وذكر الحالات التي يخرج فيها الإنسان عن دائرة التكليف، وهذا ما يعني نتم إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القرن. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. فقد انتهينا في الكلام في كتاب البيان المأمول في علم الأصول إلى بيان أن التكليف تشريف، فالتكليف الشرعي تشريف للمكلف، لأن العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى الناس بها وخلقهم من أجلها هي أشرف الأعمال على الإطلاق، وأشرف الخلق هم الذين حققوا هذه العبودية لله تبارك وتعالى على وجهها الأكمل. ولذلك كان أشرف البشر أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أعظم من حقق وصف العبودية لله تبارك وتعالى، ولذلك مدح الله وشرفه بوصف العبودية في أشرف وفي أعلى المقامات كما ذكرنا في مقام يعني الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام التحدي فقال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال تبارك وتعالى في مقام إنزال القرآن الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا كله تعظيم لوصف العبودية، وكذلك قال في حق المسيح عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقال في حق أيوب نعم العبد إنه أواب، وقال هذه في حق داود عليه السلام، وقال في مدح الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. فكل من استعمله الله سبحانه وتعالى في طاعته وخدمته والقيام بأمره فقد أكرمه وشرفه وقربه، فهكذا ينبغي أن ننظر إلى العبادات وإلى التكاليف الشرعية على أنها تشريف للمكلف، لأنها تضمن رفعه إلى منزلة الذي يأمره الله سبحانه وتعالى ويعني يكلفه. وبالعكس من خذله الله وأبعده ولم يوفقه إلى عبادته وطاعته فهو المحروم المهان، ولذلك قال تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، بعدما ذكر عبودية الكائنات أجمعين، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله بأن يخذله ولا يوفقه إلى الإقامة العبودية فما له من مكرم. ويقول القائل إذا أردت أن تعرف مقامك فاعرف أين، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، انظر أين أقامك كيف استعملك في ماذا. من أراد أن يعرف مقامه عند الملك عند ملك من الملوك فبينظر كلفه بماذا، هل كلفه مثلا بأفعال يعني حقيرة أو لا شأن لها أو أهمله فلم يأمره، أم كلفه بأن يكون سفيرا باسمه مثلا أو أن يكون وزيرا وكذا. كلما يعني ارتفع قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى كلما كلفه بما هو أشرف. ولذلك قال تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالتكليف ليس شقاء والتكليف ليس إهانة وإنما هو تكريم لهذا يعني الإنسان، فهذا هو تكريم الإسلام لهذا الإنسان وهذا المخلوق المكرم. ولقد كرمنا بني آدم أنه يطالبهم أن يرتفعوا إلى مقام التكليف الشرعي حتى يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. ونستطيع أن ندرك الفرق بين تكريم الإسلام لهذا الإنسان وبين المخذولين المحرومين الذين أهانهم الله من الكفار حينما تطلع على طريقتهم الغريبة في التفكير، وحينما ترى أنهم ينظرون للإنسان على أنه يعني حلقة في التطور المزعوم من القردة والشمبانزي وغيرها من البهائم، فهم يعتبرون إنسان امتدادا لسلسلة هذه الحيوانات
والعزماوات وأنه لا يكاد يفترق عنها في شيء. حتى كنت أناقش بعض الكفار يوما في مسألة طب إيه الفرق بينك وبين الحيوان؟ قال لا فرق لا فرق، وهو صادق في هذا. يعني هو يرى مثلا أنه لا فرق بينه وبين الحيوان، هو لا يريد أن يكرم، فكيف يعي غيره في إقناعه بأنه مخلوق مكرم؟ فهو لا يرى أنه طيب ماذا عن البعث والنشور؟ يقول لا ما في بعث ونشور ولا شو. طيب إذا أنت لو هل تؤمن بوجود لا يكون كلنا آلهة، كل الناس هم آلهة، إحنا سنة آلهة، كل من يريد أن نفعله نفعله، طيب إذا كنت إلها كيف تموت؟ يقول نحن لا نموت، نحن نتحول إلى شيء آخر. فهكذا يعني لوثت عقولهم بمفاهيم مادية إلحادية تعكس نظرتهم الدونية إلى هذا الإنسان كمخلوق، كأنه نوع من أنواع البهائم أو الحيوانات لا ميزة له على إخوانه من هذه العجموات. انظر إلى هذا وانظر إلى تكريم الإنسان الإسلام لهذا الإنسان، وأعظم مغاير هذا التكريم أنه يجعله أهلا لأن يكلفه الله. إذا ليس النظر إلى الأوامر والنواهي الشرعية على أنها نوع من الإشقاء للعباد وتعنيتهم ووضع الحرج عليهم، كلا، فالحرج المرفوع في هذه الشريعة الحنيفية السمحة، وإنما هذا هو أجل مظهر لتكريم الإنسان أنه يكون أهلا لتكليف الله سبحانه وتعالى له ولخطاب الشرع إياه بأمر أو نهي أو غير ذلك مما سنبينه. فلتأمل هذه الآيات: ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله بأن يخذله ولا يوفقه إلى إقامة العبودية. وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فيستحيل أن يكون نزول القرآن ونزول الشريعة لشقوة الرسول وشقوة أتباعه، بل لسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه علوكم وسنونكم ورفعتكم. إنما الشقاء على من حاد عن منهج الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا هو يعني الشقاء. إذن على هذا الأساس قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبو خالق حفظه الله تعالى، على أساس قاعدة أن التكليف تشريف، التكليف تشريف لهذا العبد. يعني انبنى على هذه القاعدة أمراني، أولهما أنه لا يجوز أن تكون العبادة عقوبة، لا يجوز أن تستعمل العبادة كعقوبة يعني وتعذير، لأن العبادة شرعت ووضعت للتكريم، أما التعذير والعقوبة فوضعت للإهانة. فإن أن التكليف تشريف فينبغي أن تستعمل العبادة يعني كعقوبة، لأن مكان العقوبة هو الإهانة وليس التكريم. أما ما يتعلق بالكفارات فكما وضح الشيخ هي ليست يعني من باب الإجرام، وإنما هي أخطاء يرتكبها الإنسان فيكفر عنها، بجانب أن العلماء اتفقوا على أنه لا قياس على الكفارات، الكفارات لا يقاس عليها. الأمر الثاني الذي بنى على قاعدة أن التكليف تشريف أنه لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفران، لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفران. فإذا كان التكليف تشريفا فلا يمكن أن تكون هناك تسوية مطلقة بين المؤمن والكافر، لا تسوية على الإطلاق بين المؤمن والكافر، بل من سوى بين المؤمن والكافر فقد وقع في أقبح الظلم وخالف ما قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يستوي المسلمون والكافرون الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بالمجرمين؟ وقال تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فهذا التفريق هو بصفة أساسية طبعا في دار الجزاء في الآخرة، ويظهر أعظم ما يظهر عندما ينقسم الفريقان إلى شقي وسعيد. شقي مصيره هو مآله جهنم والعياذ بالله، وسعيد مآله إلى الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون يكرمون بالجنة والكافرون يهانون بالنار. ولذلك لا يقتصر تطبيق هذا المبدأ، وهو أنه لا يستوي بأي حال من الأحوال أهل الإيمان وأهل الكفران، كما لا يستوون في الآخرة هم أيضا لا يستوون في الدنيا.
فإن الشريعة فرقت بين المؤمنين والكافرين في كثير من القضايا والمعاملات كما فصلنا يعني الأسبوع قبل الماضي. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام على من هو المكلف أو متى يكون الإنسان مكلفا. الحقيقة البحوث في الكتاب كما ستلاحظون هي في غاية التبسيط، يعني هو كمدخل لعلم أصول الفقه مدخل مناسب جدا لأعطى فكرة عامة ومبسطة وفي غاية السهولة، ما تكاد تقف على أي بحث معقد كعادة الشيخ في كتبه وبحوثه، إلا أنه يعني مدخل مبسط وميسر لهذا العلم. فإن شاء الله نحن يعني الناس درسه بسرعة ولعلنا بعد ذلك نترقى إلى يعني ما هو أعلى. هنا يناقش متى يكون الإنسان مكلفا. يقول ولكن للإنسان حالات كثيرة لا يكون فيها أهلا للتكليف، فمتى يكون الإنسان أهلا للتكليف ومتى لا يكون. يناقش هنا أهلية التكليف، متى يكون الإنسان أهلا للتكليف ومتى لا يكون أهلا لهذا التكليف. يقول الجواب أن الإنسان لا يكون أهلا للتكليف إلا إذا كان عاقلا بالغا قد وصله الأمر وبلغته الذكرى غير مكره ولا مضطر. فهذا هو عنوان هذا البحث، أن الإنسان لا يكون أهلا للتكليف إلا إذا كان عاقلا بالغا. فمكلف تساوي عاقل بالغ، ليس هذا فحسب، عاقلا بالغا قد وصله الأمر وبلغته الذكرى غير مكره ولا مضطر. ثم يفصل الحالات التي يخرج فيها الإنسان عن دائرة التكليف. فأولى هذه الحالات الصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ، لأن الصغير جاهل غير مدرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشد، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن المعتوه حتى يعقل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن واجه وابن خزيمة في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لا ينافي رفع التكليف عن هؤلاء المذكورين أن يكون أولياؤهم مأمورين بحسن تربيتهم، يعني كان الصغار دون البلوغ ليسوا أهلا للتكليف، فلا تعارض على الإطلاق بين كون الصغار من غير أهل التكليف وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر مثلا، ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فهنا في الحقيقة الأمر ليس موجها إلى الأطفال، وإنما هو موجه إلى الأولياء. فهذا الوجوب هنا هو واجب على الولي أن يعود ابنه على الصلاة ويحاسبه على الصلاة حتى يشب متعودا عليه، لكن ليس معنى ذلك أن الصلاة واجبة عليه أو أنه أهل لأن يكلف بالصلاة. كذلك تعليم أداب الاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. فالأمر هنا موجه للأولياء أن يعلموا الأطفال الصغار يعني هذه الأداب الشرعية. فهذا هو، فلا تعارض بين هذا وذاك، لأن الأمر ليس موجها إلى الصغار ولكن موجه إلى الأولياء. لماذا؟ لأنهم مأمورون بحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم تمهيدا لدخولهم تحت مناط التكليف. فهذا نوع من الإعانة لهم على أداء التكاليف الشرعية، وفيه ثمرات عظيمة. لماذا؟ لأنهم حتى إن كانوا صغارا غير مكلفين، فأفضل ما تزديه من إحسان إلى هؤلاء الصغار حتى لو كانوا غير مكلفين أنك تملأ ميزان حسناتهم بالأعمال الصالحة، لأن الطفل إذا عمل عملا صالحا عملا حسنا فإنه يثاب عليه، أما إذا ارتكب مخالفة شرعية فإنه لا يعاقب عليها، الطفل لا يعاقب. ولذلك من الخطأ ومن الكذب ومن المخالف أصلا للمنهج العلمي في التربية أنك تقول للطفل إذا فعلت كذا حتدخل النار. لا، هو لن يدخل النار في الحقيقة. هل هو يدخل النار؟ لكن أنت مطالب بتنفيره بصورة لا تقع فيها في الكذب على الله سبحانه وتعالى. أنك لو تقول له تدخل النار، واضح معنى ذلك أنه محاسب وهو غير محاسب على هذا الشيء. المقصود تربيته وتوجيهه. وقد يكون بعض الأطفال يعني فطنا جدا، فإذا صرحت له بأنه لن يعاقب إذا مهما فعل من سيئات فربما يتنادى في القبائح
اعتمادا على انه غير محاسب على هذه الاشياء. فلا بد ان تكون حكمه, يعني يخاطب الطفل اللي بقدر عقله وبالكلام الذي يحسن استعماله لا الذي يسيء يعني استعماله. فامر التعويض فهي عمليه تعويض ليس تعقيد كما يزعم بعض الناس, ان هي تعقيد ان تاتي للطفل مثلا في الساهره او الشاغله وتعاونه على حجاب رويدا رويدا حتى تشب وانه هو جزء من كيانها وانها عوره والمفروض انها تستر واضح وتبدا تتلقى من هذه المبادئ. كذلك الصلاه, والا فما أسوأ ما يلقن الاطفال كلاما سيئا جدا. تجد الطفل مجادلا مشاغبا تيجي تكلمه يقول لك انا لسه صغير, هو مش هو هذه الكلمه لا تصدر منه, هو بيقلد الكبار الذين لا يعني لا يعني يتفطنون لخطورة هذه الألفاظ التي تقال بصفة عابرة لكنها تستخر في نفسية هؤلاء الأطفال. لما هو كل شوية البنت المحجبة مثلا كل ما حد يجي يقابلها وهي ممكن تكون بتقابل عشرات النساء أو البنات أو كل واحد في الكائن لسه صغير, أنتم ليه ملبسينها كده؟ لسه صغير, البنت بتبقى زي نشيد حفظته لأن لسه صغير. فيبدأ الطفل نفسه يعاند بإيه؟ بكلمة أنسة. فالمفروض يكون فيه حذر من الكلام الذي يقال أمام الطفل لأنه عقله لا يستوعب يعني إيه مثل هذه الأشياء فقد يسيء استعمالها. فبالتالي لو فعلا نطبق عليه قاعدة بقى أنها لسه صغيرة الذي حصل كما رأينا فعلا في تجارب بعض الناس ندم أشد الندم حينما صارت البنت مكلفة وتأبت على الحجاب ورفضت ولا استطاع أحد أن يلغيها من الحجاب الشرعي لهذا تعودت على العرف وعلى التبرج. فينبغي الاحتياط لهذا. ويعني كما رأينا يعني موضوع ان التكليف تشريف برفع قيمة الانسان, فينبغي ايضا ان نحذر ان نغرس في نفوس الاطفال او الصبية او الصبيات يعني ان التكليف الشرعي ده عيب. ما هو كلمة لسه صغيرة يعني انتوا هتعقدوني من لسه صغيرة هتحملوني هذه الاعباء ولسه صغيرة لا يعني. او الصلاة مثلا يعامل الطفل بشدة وتعالى ويعاقب ويضرب وكذا, في حين ان المفروض ان الصلاة انت تتذكر ان هي شيء عظيم جدا يعني هي مكافأة لو عملت كذا هتفاجئ بان اخدك معايا مثلا المسجد مش تعاقبه علشان مش بيصلي مثلا او كذا وهو لسه قبل العشرة مثلا, لكن تحاول تغرس في قلبي ان الصلاة دي شيء عظيم جدا وانها مكافأة مش عقوبة. فاذا مثلا عمل شيء طيب تقول خلاص انت فعلت كذا سأصحبك معي إلى المسجد لأنك معناه أنت الآن خلاص صرت رجلا وتستحق أن أخذك أصحابك إلى المسجد وهكذا. فلابد أن نكون حذرين موضوع المفاهيم المدمرة هذه اللي بتحاول أن تظهر أن التكاليف الشرعية شقاء كأن الله أنزل علينا القرآن لنشقى والعياذ بالله, ومع أن الله نفى هذا نفيا صريح. فالالتزام بالشرع لا يمكن أن يكون شقاء, الشقاء كل الشقاء في الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله, لكن لابد أن يحصل الترغيب وأن يغلب الترغيب عند الأطفال وتحبيب العبادات إليهم وليس أنها يعني مؤنة ومشقة وتعنيت وتضييق عليهم وتحريج لهم. المهم يعني أن الأمر الصغير المميز بالصلاة وضرب من بلغ العاشرة على التهاون فيها وتعليم الصغير على الصدق واحترام الكبير وفهم الدين والبعد عن العادات السيئة والأخلاق الشريرة كل ذلك لا يدل على دخول الصغير تحت التكليف, وإنما يدل فقط على أن أولياء الصغير مأمورون بتهيئته لتلقي التكليف حال البلوغ. كل هذا المقصود بأنه حتى إذا صار مكلفا يكون الصلاة جزءا من كيانه جزء من جدوله اليومي الذي لا يستطيع أبدا أن يفرط فيه. الصلاة الجماعة, المحافظة على الطهارة, البنت مثلا حجاب وهكذا, فهذا هو المقصود وليس معناه أن الطفل يكون مكلفا. ولا ينافي ذلك أيضا أن يكون الصغير مأجورا على عمله الحسن, وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وواسع إحسانه